أدانت الحكومة الهجوم الإرهابي الانتحاري المزدوج الذي وقع شمال الكاميرون، وأعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني عن رفض الحكومة واستنكارها للحادث الإرهابي، مؤكدا موقف الأردن الثابت برفض الأفعال الإرهابية وترويع الآمنين في مختلف دول العالم. وكان هجوم إرهابي وقع اليوم في الكاميرون أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 50 آخرين.